هذا وأجرت كاميرا التلفزيون المصرية عددا من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب الذين أكدوا أهمية مناقشة برنامج الحكومة من أجل الوصول إلى برنامج موحد يخدم المواطن. اتناقشنا في كل الملفات اللي بتهم قطاع الزراعة والتطور في هذا المجال، وخاصة القيادة السياسية بتولي هذا الملف عناية خاصة، لأن هذا الملف هو الملف المعني بتوفير الأمن الغذائي للمواطن المصري اللي هو أحد مقومات الأمن القومي. الحقيقة احنا طبعا استمعنا في البداية لعرض الوزيرين. السيد وزير الري الحقيقة كان عامل بريزنتيشن قوي جدا، عرض بيه التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية في ظل محدودية مصادر المياه الموجودة، واتكلمنا ازاي هنتغلب على هذه المحدودية. الوزير عرض رؤيته في ضوء ما ورد في برنامج الحكومة، لكن هو يعني ما أضافه قال إن الشكل التقليدي لعمل السفارات في الخارج سيكون هناك تغيير عليه، بمعنى يجب أن يكون هناك السفارة ومبنى السفارة وكافة الإمكانيات ومكاتب التمثيل سواء العمالي أو التجاري أو الثقافي، وهي تتبع وزارات أخرى صحيح تعمل ضمن الخارجية، لكن الترشيح يأتي من قبل وزارات مختصة، لكن يجب أن يكون في خدمة المصلحة الوطنية والاقتصاد الوطني المصري، بمعنى يمكن أن يكون هناك دور جديد للسفارات في الترويج للاستثمار في مصر. النهاردة كنا مركزين جدا على فكرة ان دعم الشباب الدارسين والعاملين في الخارج مع السيد الوزير المحترم وزير الخارجية، على أساس ان حصل خلال الفترة اللي فاتت انشاء مركز للحوار ما بين اللي بيحصل للإنجازات المصرية وما بين بيحصل من شبابنا الدارسين في الخارج، بس كان مجموعة كبيرة من الشباب عندها مشاكل وتحديات بتعوق بقى عملهم في الخارج، بتعوق دراستهم، فكل دي وضحناها خلال نقاط محددة من السيد وزير الخارجية عشان يتم التنسيق ما بين التحديات اللي بتواجهها الشباب وما بين الوزارات المختلفة، عشان هم دول لو احنا عايزين نحمي الأمن القومي المصري يعني نحميه من خلال شبابنا.